الله يا وطننا. حياكم الله مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حديثنا في هذا الصباح عن انعقاد قمة أفلام الجنوب اللي انعقدت يوم الخميس، وتم من خلالها تكريم مجموعة من الشباب، شباب في إقليم الجنوب ساهموا أو تدربوا على إنتاج الأفلام. الفكرة كلها قمة أفلام الجنوب جاءت من مبادرة من مركز الأميرة بسمة للشباب، وتحديد لجنة الشباب في محافظة الكرك لتأسيس نادي للأفلام، وبناء عليه تم الدعم المعنوي والدعم المادي، وتم اختيار 5 من كل محافظة ليتم تدريبهم على إنتاج الأفلام بكل تفاصيلها. فاسمحوا لي حتى نتعرف تفاصيل على قمة الأفلام وعلى الشباب اللي كانوا من مؤسسي فكرة نادي الأفلام في محافظة الكرك وفي إقليم الجنوب بشكل عام. ورحب بضيوفنا الكرام اللي يجونا من الكرك وإحنا شاكرين لهم. على يميني أرحب بيارا الجعافري من لجنة الشباب في مركز الأميرة بسمة للشباب، أهلا وسهلا فيكي. رحب الأستاذ علي صعوب مدير مركز الشباب مركز الأميرة بسمة للشباب في محافظة الكرك، أهلا وسهلا. وأرحب بأستاذ عمر الشيخ من لجنة الشباب في مركز أميرة بسمة للشباب في محافظة الكرك، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية. يعني إحنا متعودين دائما يعني نستضيف شباب على مبادرات شبابية لها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بقضايا مجتمعية، لكن يمكن هاي مبادرة جديدة من نوعها اللي هي تأسيس نادي للأفلام، والهدف إنه هذا النادي يناقش قضايا اجتماعية، نقائص اجتماعية أو نقيصة اجتماعية معينة بهدف إحداث تغيير إيجابي فيها. على أي حال صباحكم طيب إن شاء الله. أستاذ علي يمكن عنده كل التفاصيل عن قمة أفلام الجنوب، عن حفل يوم الخميس، ويمكن معنا كمان صور عن الفريق الأمريكي اللي زاركم وكان في حفل التخريج. تفضل أستاذ علي. في البداية إحنا في محافظة الكرك يعني يوجد العديد من المبادرات الريادية للشباب، فلم يكن موجود في معلش سكر تليفونك أستاذ علي. طيب إقليم الجنوب، قمة أفلام الجنوب لم يكن موجود ضمن المبادرات الموجودة في الكرك أي شيء بتعلق في النيو ميديا أو الإعلام الحديث. فارتئينا أنه ندخل الإعلام الحديث من خلال صناعة الأفلام، التويتر، الفيسبوك، اللينكدين على الشباب حتى يتعلموا عليه. الفكره من الموضوع انه اصبحنا نحس انه الافلام او هاي المبادرات بتبعث مسج اسرع من الرسائل الاخرى بالنسبه للشباب. فجاءت عندنا الفكره انه ناسس نادي للنيو ميديا وبخاصه الافلام في محافظه الكرك. فعلى هذا الاساس تم تاسيس وحده لنادي الافلام، تم تزويدها بكافه الاجهزه اللازمه، كاميرات، ادوات الانتاج، ادوات الاخراج، دورات تدريبيه. الآن عندنا ما يقارب 20 شاب في الميكر نحكي نقدر نقول في محافظة الكرك قادرين على صناعة الأفلام من هاي المبادرة. وعلى ضوء النادي فكروا الشباب أنه ينقلوا التجربة يعمموها على مستوى الجنوب. فبالتعاون مع السفارة الأمريكية صراحة مشكورين، يعني تعاونوا معهم وصار العمل على دعم لقمة أفلام على مستوى جنوب الأردن. فكان بضم شباب من محافظة الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، وصراحة يعني قاموا في عمل خلال شهرين تدريبيات، عمل كثير جيد وإن شاء الله يعني طب يمكن رح نشوف صور. وعمر ويارا يمكن عندهم تفاصيل عن موضوع النادي، مش هيك؟ تحكي لنا شوي، تخبرينا عن النادي، عن تأسيسه وعن فكرته بشكل عام، وحتى يخبرنا عمر على موضوع كمان الإنتاج. هلأ نحن بالنادي خرجت قمة أفلام الكرك كمبادرة من نادي الأفلام بشكل رئيسي. هاي القمة الفوكس تاعها كان على 4 محافظات بالجنوب، إنه التريننج اللي أخذناه كان مكثف بشكل ركز على تدريبات لها أهمية خاصة، بحيث إنه توصل لمرحلة تكون فعلا فيلم ميكر فاهم شو عم تشتغل، مش مجرد إنه عم تتعلم على قصة الأفلام وأنت من زاوية بعيدة. فكنا أكثر تركيزا من خلال التدريبات اللي أخذناها. بدك تركز على قضية مجتمعية، بده يكون عندك القدرة انك تبحث في هاي المشكلة، تبحث في اصولها، يكون عندك معرفة جيدة كيف انك تشتغل على هذا الموضوع. تدربنا على البحث النوعي، تدربنا على انواع البحوث. مين دربكم يارا؟ كان في معنا مدربين من الصندوق الأردني الهاشمي، هم يعني اصحاب خبرة بهذا الموضوع.
الفوكس كان على السوشيال ميديا كمان، لأنه أي إنتاجي رح تكون أو توزيع رح يكون من خلال السوشيال ميديا. فهالتدريبات كلها كانت صبت بمصلحتنا. الشباب اللي كانوا مشاركين كانوا فعلا خلاقين ومبدعين، وقلهم جزيل الشكر على مشاركتهم. طيب عمر، كمان حضرتك يعني أنت مع فريق الإنتاج كنت أو أنتجتوا أفلام وتدريباتكم، كيف تدريبات اللي تلقيتوها؟ قديش يعني عددكم في نادي الأفلام الآن اللي بالكرك تابع للكرك؟ هسا عددنا في نادي الأفلام اللي تابع للكرك ما يقارب 12 شخص، وفي من المراكز التابعة لنا كمان في الكرك. هسا احنا بنشتغل بننتج أفلام، شغلها بيكون صعب كثير يعني، واحنا قاعدين ننتج وبنخرج في الأفلام. هلا انت مخرج ولا ايش ولا منتج؟ هسا مو الاخراج بتابعه للانتاج، لانه انت بدك كيف تعمل ترتيب اللقطات، كيف انت بدك ترتبهم على الـ على الـ على الكمبيوتر، كيف بدك تستخدم البرنامج في على الكمبيوتر. شو بتستخدموا؟ كاميرات بروفيشنال يعني كاميرات تصوير؟ كاميرات بروفيشنال. من وين لكم الكاميرات؟ اخذناها من المنحه الامريكيه، من البادجت اللي اجانا. اشترينا كاميرا ما يقارب 3000 دينار اردني. كاميرا هاي كواليتي اتش دي، بتصور يمكن 32 ميجا بكسل. هل انت بتصور وبتخرج ولا لا؟ ولا في معك مصورين؟ بس في معنا مصورين يعني. هلا احنا تدربنا على عده مراحل، تدربنا على التصوير، وتدربنا على الانتاج، وتدربنا على كيفيه كتابه السيناريو، كيف نعمل بحث عن الموضوع اللي بدنا نعمل عنه الفيلم. هسا انا مرات بكون مصور، مرات بكون منتج، مرات بكون مخرج. يعني حسب كل الأدوار. حسب الدور اللي بيجينا. ومين ممثلين؟ ولا انتم بتحاكوا قضايا اجتماعيه بحد ذاتها؟ يعني بتعملوه زي الدوكيومنتري ولا روائي؟ وثائقي ولا روائي؟ بنعمل على الجهتين. عملنا دوكيومنتري وعملنا فيلم عادي. هلا احنا بنشوف شخص ممكن انه يناسب يعني. احنا عملنا انترفيو مع اشخاص عشان الفيلم يعني، كنت تحكي انه عشنا الدور. فعملنا ولقينا اشخاص مناسبين، كان تمثيلهم ممتاز جدا يعني. من اهل المنطقه؟ من اهل المنطقه كلهم. كويس، كثير كويس. طب استاذ علي، يوم الخميس كان حفل التخريج. وكان عندكم فريق امريكي من ساندنس من نيويورك. طيب شو صار بحفل التخريج؟ وفي صور، جبتوا لنا صور من التخريج. الجزء المشاهدين الان بيشوفوا صور للقمه اللي صارت، تخريج حفل التخريج. هاي التخريج صار على مدار شهرين، تم تدريب الشباب على جميع انواع الفيلم ميكر. في النهايه تم تخريجهم بحضور من اكبر الشركات العالميه في الانتاج الافلام، شركه ساندنس. وكان معهم 6 افلام عرضوها في الاردن خلال 4 ايام، اخرها كان في محافظه الكرك، حاصله على جوائز دوليه. الفكره من الموضوع في التشبيك مع ساندنس وقدومهم نيويورك اللي هو تبادل خبرات. كان في ورشه لمده ساعتين اللي هو مناقشه ما بين الشباب وبين مخرجين ومنتجين عالميين، حتى يستفيدوا منهم في خبراتهم في هذا المجال. اللي ايضا كان هو عباره عن يعني لقاء على مستوى محافظات معان والطفيله والكرك والعقبه. كان في تبادل من الثقافات. وبالمناسبة انه كل فيلم تم عمله في محافظة هو بيعكس نوع من القضايا اللي موجودة في هاي المجتمعات، بناقش قضية معينة بالضبط يعني، سواء كانت يعني اجتماعية او اقتصادية او يمكن تكون بالزبط. سلبية مثلا بتناقشوها بحيث انها يتم تعديلها. كويس. طيب هلا انا اللي سمعته انه هدول الشركة اللي اجوا الامريكان هم شركة كتير عريقة بانتاج الافلام، ويمكن عمر الواحد كخبرة عمره تزيد عن 30 عام في خبرة صناعة الأفلام. هلأ أنتوا شفتوهم وهم شرحوا عن حالهم كتير وشرحوا عن تجربتهم، وتعرف قديش بيشتغلوا بتقنية عالية. يعني الشوت تبعهم أو المشهد اللي بياخذوا يمكن 4-5 أيام و 26 لقطة حتى ياخذوا الشوت اللي هم بدهم إياه أو اللي بتعبر. فهلأ شو رأيك يعني أنه أنتوا قدرتوا تتعرفوا عليهم، تشوفوا افكارهم، يعني عارفه يمكن سهلوا لكم، جسروا لكم الفجوه ما بين اكيد. هلا نحن لقائنا فيهم كنا بغايه السعاده بصراحه، لانه هم اصحاب خبره. ولما بتلتقي مع صاحب خبره بكون عندك امكانيه انك توسع مداركك. بجوز احنا كشباب مشتركين بنادي افلام
والفوكس تاعنا ما راح ناخذها ككارير زيهم، هم كاشخاص هم محترفين، يعني هم يعني محترفين وهو هو حياتهم المهنيه ودخولهم المادي بتعتمد على انهم اشخاص لهم باع طويل بالعمل الفني. احنا كشباب نادي الافلام بننظر له بمنظور اخر، ننظر له من باب المعرفه، احنا عم ندخل على اندستري، يعني انت بتحكي صناعه افلام يصرف عليها ملايين الدولارات. هلا دراستك بالجامعه ايش يارا؟ الهندسه. الهندسه. وايش جابك على الفن؟ فاللي جابنا على الفن، انا هذا اللي بدي اوصل لك اياه، انه نحن الكرو اللي موجود هم شباب معهم باشلر ديجري، في شباب معهم ماستر ديجري، يعني مش شباب. دخولنا على هذا الموضوع ومن باب المعرفه، بالاضافه انه احنا كشباب علينا مسؤوليه ان نعرف عن انفسنا بطرق مختلفه ونساعد بحل المشاكل الموجوده، يكون تاثيرنا ايجابي في المجتمع، بما ان مراكز تنميه مجتمع محلي. فهالتاثير الايجابي لحتى يكون موجود اخترنا نبعد شوي عن قصص انه انت عم تحكي او عم تعطي محاضره، لانه الناس شوي ما عم تسمع، والدراسات بالعاده بتحكي لك ممكن انه اركز معك بالحكي دقيقتين ثلاثه بس، اكثر من هيك بضيع، ما عاد بركز معك بنفس الاسلوب. الصوره بتحكي بألف كلمه، لما بقدر اني اوصل فكرتي من خلال فيلم خمس دقائق ثلاث دقائق، اطرح مشكله ممكن يكون بشكل كوميدي، ممكن يكون بشكل تراجيدي دراما وريفر، ما ضروري اني اكون معنف مشان احكي عن العنف، ما ضروري اني اكون تابع لكتب سياسه مشان احكي عن السياسه، بكفي اني اكون ابن بلد في عندي شيء معين حاب اعرف عنه، في مشكله في شيء شفته وما عجبني حاب اغيره، بجوز حاب اسمع وجهه نظر. هندسه وفكر واخلاق. الله يخليك. ما شاء الله. على كل حال يعني انا بدي اروح لعمر، والاستاذ علي طلب مني لما كنا نحضر للمقابله انه احكي مع الشباب اكثر ما تحكي معي، لانه عندهم كل المعلومات وهم فرصتهم يحكوا. فأنا عم بنوه حتى، لأني ليش أنا لا بالعكس أنا مبسوط يعني جدا، وأنا متأكد أنك مبسوط لأنك أنت طلبت مني حرفيا. لكن في لي سؤال، عمر حضرتك الآن حكيت لي أنك عشان القمة أنتجتوا ثلاث أفلام. نعم. عن الفساد، عن الواسطة، وعن لا لا احنا عملنا القمة كانت حول العنف المجتمعي بشكل عام. هلا احنا بشكل خارجي عملنا احنا عن الغش وعملنا عن الواسطة. فالافلام اللي كانت في القمه هي عن العنف المجتمعي. يعني احنا بلشنا ناخذ اول شيء كيف بدنا نعمل العنف، كيف العنف بصير. فبلشنا احنا من العنف الجامعي، بلشنا من العنف في المجتمع، بعدين وصلنا انه العنف اصلا بصير في البيت، فقررنا انه بدل ما نسوي احنا العنف، بدل ما نعمل عن عنف الجامعه او العنف، خلينا نعمله في العنف في البيت. فصار الموضوع يعني صغير شوي، فقدرنا انه نتحكم فيه، بدل ما انه احنا الجامعه بصير الموضوع انه معقد شويه، لانه بدك تصور انت جوا الجامعه، بدك ممكن ناس يعترض، ممكن سياسه الجامعه ما تسمح، وبدك تصريح وبدك ترخيص وبدك اكيد ممكن. فكمان احنا اكتشفنا انه اسلوب، يعني كل ما احنا نسال واحد يعني واحنا قاعدين نعمل في الابحاث انه العنف من وين ببلش، بيحكي العنف ببلش من البيت، من اسلوب التربيه. فقررنا انه نعمل العنف الفيلم عن العنف، فاحنا عملناه عن البيت. الشباب اللي في العقبه كمان عملوه عن نفس الشيء، كيف الاب وهو قاعد بدرس في ابنه، او هو كيف بياخذوا مشوار وهو كيف قاعد. هلا بدي اسالك عن تفاصيل اخرى. هلا في للفيلم راح يكون في ديكورات وفي راكور، اللي هي انه يعني التفاصيل انها تكون متسلسله، وفي عندك موسيقى تصويريه، وفي عندك مونتاج، كل هاي الامور كيف بتحتووها وكيف تعملوا معها؟ هسه الامور احتويناها ببساطه. هسه احنا مش بروفيشنال لدرجه عشان انه نمشي هاي الامور في دقه عاليه، فصرنا احنا يعني لازم نكون كرييتيف، لازم احنا لازم نبدع عشان نسوي هذا الفيلم. فاخذناها ببساطه، صرنا نفوت على النت ناخذ الموسيقى اللي بدنا اياها، الديكور نظبطه من البيوت اللي عندنا، حتى الشغلات الميك اب، الشغلات هاي شغلات بسيطه جدا يعني نستخدمها عشان نسوي الفيلم. حلو، المهم الرساله توصل بالاخر، المهم يطلع شيء الرساله. مزبوط. استاذ علي الان بعد هالتخريجهم وبعد هالشباب، واحنا سمعنا من يارا وسمعنا من عمر واللي يعني والشمس ما بتتغطى بغربال، واضح انهم فهمانين، واضح انهم عندهم قضيه بتشغل بالهم بدهم يترجموها لفيلم. حضرتك كمدير مركز للشباب وبعد هالتخريج وبعد هالجهود وانتاج افلام، شو رايك؟ يعني صراحه انا كثير فخور، واحنا في صندوق الاردن الهاشمي رسالتنا اللي هي تنميه الشباب من ضمن يعني اعمالنا، العمل مع الشباب وتنميتهم. الان نتطلع الى انه نشر هاي المفاهيم او نشر
هاي المبادرات في المجتمع المحلي بشكل عام، وانه نعزز مكانة الشباب في المجتمع، ونحاول نساعد مجتمعاتنا في حل قضايا اجتماعية من خلال نعم. الأفلام نزلها على يوتيوب، نزل جروبات على الفيسبوك. نعم. الآن تعرفي القضية الأكبر للشباب في الجامعات، بنحاول أنه نساعد في قدر الإمكان في حلها. طيب إن شاء الله يعني إحنا بنشوفهم مبدعين ومحترفين في توصيل قضايا مجتمعية. يارا أنا بدي أشكرك مهندسة يارا. أستاذ علي شكرا جزيلا لك، أستاذ عمر شكرا لكم، وتحياتنا لكل الشباب اللي شاركوا بقمة الأفلام، قمة أفلام الجنوب. شكرا لكم مشاهدي الكرام، لهون بنتهي لقاءنا مع حضراتكم غدا يوم جديد بإذن الله. تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.